السلام عليكم، النهاردة ماما هتعمل شوربة البروكلي. شوربة البروكلي شوربة جميلة لذيذة وصحية، وتنفع بالذات للناس اللي ما بيحبوش ياكلوا البروكلي صحيح. في حلة هنسيح الزبدة، ممكن نستخدم زيت، بس الزبدة طبعا بيكون تدي طعم أطعم للشوربة. وهنشوح فيها فص ثوم وبصلة مقطعة قطعة كبيرة، يعني مش مقطعة حتت صغيرة. لما البصلة تدبل هننزل عليها بقطع الجزر، ودي حاجة اختيارية، لو مش بتحبوا الجزر تقدروا ما تحطهوش. انا برضو بضيف لها كزبرة خضراء، وبرضو ممكن ما تحطهاش لو مش بتعجبكم. هنضيف بعد كده بقى البروكلي، انا مستخدم هنا بروكلي مجمد، ونضيف الشوربة. نحط معاها بطاطس ونسيبها لما تغلي على نار عالية، وبعدين نوطي النار ونسيبها لغاية لما تستوي وتتهري خالص. نقدر اول ما الشوربة تغلي نطلع شوية قطع من البروكلي والبصل على جنب، ونسيب بعد كده باقي الشوربة تستوي. بعد ما تستوي هنضرب الشوربة في الخلاط زي ما بنعمل مع شوربة العدس بالظبط، ونرجعها في الحلة غلوتين، ونحط عليها البروكلي والبصل اللي احنا طلعناه ده لو عايزين بروكلي وبصل في الشوربة. وبنقدمها بالهنا والشفا مع خبز بالثوم. أتمنى تكون الوصفة عجبتكم. للتفاصيل اضغطوا على الرابط أسفل الفيديو. شكرا لكم.